halkan waa magaalada Juba ee caasimadda dalka South Sudan sidaad u jeedaan maanta waxaa lagu ogeey ee salaada Ciidul Fidriga waxana ka soo qayb galay kumanaan ka tirsan muslimiinta ee ku nool ee dalka South Sudan dadka salaada ka soo qayb galay waxaa kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada tan Juba qaybaha kala gidsan ee bulshada salaada kadib bulshada ku nool gaar ahaan kuwa Soomaalida ayaa u hambalyeeyay maadaama maanta ay tahay munaasabada Ciidul Fidriga magacaygu waa Cabdiraxmaan Shuu Xuseen Cabdiraxmaan Sunni ah sultanka Soomaaliyeed ee jaaliyada South Sudan عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وحن تهنئه عيد ادرى يا دمان مسلمين تا عالم كامل كست ادونك جوغان غارهان مسلمين تا سوماليت غارهان ولالها سوماليت اي كدقن كفرت السودان عاصمتي سجوبا وحن لي تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ادي ان فرحسناي وحن لنهي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم ادي ان فرحسنا مغعي وفاد محمد سيدو وحن دمان مسلمين تكونوا دافا دوني ميل البو كسلام يا سلانتا شرفت بدني خالقة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هدينو نهاي صومالي تكونوا ودنكا صوت سودان قارهان عاصمة ديدو جوبا وانا ودعيدني ما شاء الله وحن أرجينينا مسلمين تا ميل بيوجوغان إني نبدي عافمات إيكو عيدان وحن إلهي كبريايا ودنكينا إيو مسلمين تا ميل بيوجوغان إنو إلهي أمني يا برواقو إلهي إنو سيو عيد مبارك كل عام وأنتم بخير الحمد لله وأنتم حان جوغنا جوبا أن جوغنا سفر حد لبان كو عيدني إلهي بحان ومحد علينا هنا صون كي ما أردتين ودمي هذا ميش أن تطبطن بان أسكوك إبماضي والله فرح سيني هاي وحان كمن هاي صومالي ده دانو نهاي ندتك فرح سنو ميش جوغا بان كمن هاي الحمد لله إلهي بحان ومحد علينا هنا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مع أنت وان عيني عيد فرح لنا عيني عيد وناكسن دمان أمد الصوماليات أمد المسلمين دمان توت وحن لا هي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير مع أنت وحن كل عيني مجال هذا جبة ما شاء الله عيد وناكسن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل سنة وأنتم طيبين وربنا يتقبل منا الأعمال الصالحات والصلاة سند وناكسن دمان أمد الصوماليات ميل بيجوغان وحالي هاي عيد وناكسن ما أنت وحكو عيدنا ميشان سو السودان قار أهان مقالة عاصمة جوبا ودي مالين فرحة دواي هل كان وحاسي قوني وسلامة يا هويدي أبهي ولا لهي أصحاب دمان أمد المسلمين وحالي كل سنة وإيتو طيبين وعيد وناكسن رحمن رحيم عيد وعبد غادر عبد الله يا أخونا مقالة الجبا ما أنت ما عم كعيد هنا برحد وين برحد وين يساو سودان سيدو قلايت ما أنت ما عم وهم بلينا مسلمين توجه المال رمالي جوغان ما عم وهم بلينا عيد مبارك قارهان ميشان كسوت تقي أو اللي هذا كينيا قارهان مندرة يا صحابتنا بغنا عيد جرعيدا شور معلي هاي هل هل كان ينسو هم بلينا عيد مبارك وانتم بخير وايدين سلامي meel ka siidin ka joogtan dalka daafadis gaar ahaan muslimiinta joogto dalka South Sudan joogto haadir ahaan magaalada Juba alxamdulillah ilaahay ma daskale waan yinay waxa way si fiican aanu yinay maanta waa maalin farax leh oo zaid farxageen waa too much way saas daraadeed muslimiinta meel kas joogto adduun korkis joogto dalka Soomaali nabad ahaan nabad baan u tuugaa inta ilaahay aaminsi إن شاء الله تعالى أنا جنا إلى أساس بنو ما حد لنا هنا أو مسلمين ملك سجوك تعيد إن أساس فرح يو إيدا إذن الله يتقبل الله منا ومنكم عمل الصالح أساس درادين أنا جنا أو ولا علينا أنت جوجنا سيف أنا وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد علي عبد محمد شبل التي في مجال الجبة عاصمة ذلك الصوت السودان shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah